استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس القبرصي نيكواس أناستاسيادس، ذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا ما بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي. وقد عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة، بما يمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد مباحثات منفردة مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بالسيد أناستاسيادس في مصر، معربا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين. كما عقدت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بمشاركة السادة الوزراء المختصين.